قال علي قال فعليك أيها الأخ بالوفاق وتسكين الأنفس، فإن القلوب إذا اتفقت تيسرت الخيرات تنزلت البركات. نعم، يستنزلون رحمة الله باجتماعهم، لهذا شرعت لنا صلاة الجماعة، وشرعت لنا الجمعة، وشرع لنا الحج ليسر الجمع لبركة الجمع. فإذا يسر الله واجتمعت قلوب على الصفاء على ما هو حق عنده، فلا تسأل عما ينزل عليهم من جود الحق وواسع رحمته للأنفاس، فلا أقوى في تحصيل هذا الفضل الرباني من هذه الجمعية عليه بالصفاء والنقاء والصدق معه تبارك وتعالى. فهؤلاء ينسكب عليهم من رحمة الله ما لا يكيف ولا يوصف. ومن هنا حرص الأكابر على مجامع الخير والهدى مع الصالحين.